أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وهو يعظه
خبير
ومن كفر فلا يحزنك
وأن الله بما تعملون
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة لقمان لفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وقد سجلت من مسجد العارف بالله سيدي أحمد الدردير في فترة السبعينيات.